الفريق يعود إلى الجنوب الجزائري مرة أخرى في مغامرة جديدة، حالة جديدة وولاية أخرى. فتجارب الجنوب السابقة شجعت للعودة لواحات دكورت الجميلة. البصر مرحبا بك خويا، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. الحمد لله يا ربي الحمد لله. تفضل خويا تفضل. لاباس عليك. مهدي انا دونجي كبير صاحبي، دونجي كبير اخر دونجي كبير خويا. شد وشاح ديالك وشاح مهدي. والله الا باش الحمد لله صحيحة برك. قناعة ديالك يا هذا ما كانش عندك قناعة ديالك. الحمد لله الحمد لله ربي الساس. وراي الزوجة تاعك هاي هنا هاي هنا صاحبي هاي غرفة هادي بيت تاعكم هادي بيت ما تعرف البيوت. السلام عليكم مدام مشركي، لاباس عليك ميحة؟ الحمد لله. هادية هادية نحطم فيها حبيجاتنا بيتنا ونربطوا في البيت تمنين في الحوش في القش. يا إله يا إله يا إله يا إله يا إله. عادي ديك الجاعة اللهم استعان. وهنا هذه البيت اللي نرقدوا فيها فيها حويجاتنا. تفضل تفضل. شحال عندكم ساكنين هكذا؟ انا في العام عام. انتما عام احنا قبل قبل كانت ماشي هكا، كانت حاله لا الله يشوفك فيها. لا دارة لا ما كانش عندكم دارة؟ ما كانش عندنا دارة. سمعت دارة جديدة؟ دارة جديدة. قبل كانت ترنيت؟ ترنيت. يا إله يا إله. رؤية منزل المهدي بهذه الحالة هو أمر طبيعي نظرا لحالة العائلة الصعبة، لكن ما هو غير طبيعي هو مرور السنوات والأمور لا تزال على حالها. يا أخي العزيز ليك الثقيم تضعني ديما بعد تجبابها عند أمها ومها مسوجة وعيش في جامعة. في جامعة؟ وين عيش؟ في جامعة. في الجامعة؟ هي طفلة خاطئة تحب تخدم تحب تدير تحب كذا تعرف تهدر من 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 أنا كنت عايش في لاسويس. في لاسويس؟ أنا ما. الله يبارك. وشاب هاجر للخارج باش يأمن مستقبله وعاش 6 سنين في فرنسا وجا جا مرض ديبرسيون في دماغه. كي صارت ديبرسيون في المخ روحت للبلاد داويت روحت وحدي ما هبطوني ما والو. من بعدها تم الزواج بشهرين تزوجنا. واش تخدم انت؟ نخدم في القهاوي نبيع ونشري. انا مش درت عليه في الخدمه يخدم هكا شهرين وبعد يريح على حسب ظروفه لانه راهو بالدواء سما كونترول بالدواء. انا مش درت عليه كرينا مده 4 سنين هنا في الولايه. الدار اسسها انا كانت يعني ارض. واش من الدار؟ هذه ارض كانت الارض شنا ارض ملكيه مع احنا كاريين وهو مش ما عندوش دخل رسمي يعني هكا وهك
والمعيشة وزوج ولاد. سمع كنا نبنى بشي بشي ما لحقناش باش نكملوا الدار مش بسهولة يعني سكننا هكذاك. وبعد اتصلت انا بجمعية الطالب العربي. سكنتوا بلا ما تبنيو؟ ما فيها والو سكننا والو قيطون هادي ما كان والو هادي سكفلت بها جمعية الطالب العربي باش كملوا خدموها هما اللي داروكم الضاله هما اللي داروا الضاله ما عشتوا لهنا في قيطون في قيطون ما كان والو حشاك التواليت ما كانش الله اكبر حشاك التواليت ما كانش الماء ما كانش تكسيتي ما كانش فرحان بيها ما تأملش عقلك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك على هذه القناعه فرحان بيها هاولي يعني ما شاء الله عليك كرينا الكراي قالنا لكم ما تخرجوش نشكي بكم من الأمن وانا ما درتو والو وحنا نبحثو على السكن باش نكري بقاو يومين هددنا باش بوزي بينا فلان الحكومة خرجنا جينا هنا كي جينا اتصلت واش كانت هنا؟ ما كان والو والو فرع والو والو نيد والو 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 شوف ها تهض بصح انا قلت لك قلبي ياك محلول الله يبارك ربي قاعد يقول لي ما تقلقش يا عبدي دوك نفري لك كلش إن شاء الله أنا كي داروا لي الدار كي داروا لي الدار ولات هكا أنا فرحان بها قاعد نقول لك أنا وقلبي مفتوح وش هي هذيك تاع الكلاج وكذا يجيب ربي قلت لك نروح ب 4000 فرنك فرحان ميت خدمتي أنا في الإدماج حبست كنت تابعة دائرة جامعة عندي مليون يعني اللي كنت نصرف فيه درك حبست أما كان والو كنا عايشين يعني في العقرة بداك الوقت والسخانة وظروف صعبة انا هادي فيها بركه هاديه الناس طايشه في القياطن هي تخمع على ولادها ثاني كي يعطينا ربي باينه يعطينا ربي بصح انا باه نجري وراها ما نجريش وراها خويا ربي ما كتبش ما كتبش بالك وكتب لك ان ها واش كتب لك وبالك كتب لك ثاني انه نعيم سلطاني وحصه اليد فريد يجوا يعاونوك شات كيفاه وين تلقاها انت شات كيفاه قناع اقنع بالقليل يعطيك بالكثير نتوما شكون اللي جاب مشاكم داك وصلتوا عندي يا ربي مكاتب الله كي كتبها ربي داك التريقل التريقل ياسر كيفاش راكم عايشين والله يا خويا باش نقول لك انا داك بحراني عايش نحكيك صراحه تقول اني عايش بربي اني مانيش خدام والناس تحن عليا باه نقولها لك داك كارت في الطابلو وما كاينش اللي قاعد يرد فيا ما فتشت على الحصه هادي ما قلت عاونوني وحدهم يجيو من الناس طالب العربي جات وحدها دارت معها مع سي صالح جا وحدهم واحد النهار حنا نحكيو على الدعله وحنا بالترنيطه او خدموا لنا بالترنيط وكذا تما كانت ما كاين والو ما كان والو رمل رمل ومن بعد درتو قيطون ومن بعد درتو حيوط وترنيط ومن بعد درتو دار قناعة كبيرة تتحلى بها هذه العائلة ففرحتهم الكبرى هو تحول صغير طرأ عليهم من العيش تحت سقف من قماش إلى سقف من إسمنت وفقط حولنا سكن إلى سكن خاص في ظروف صعبة ما يتوفرش فيه الشروط اللازمة في الحياة اليومية عشنا ظروف صعبة مع الولاد يعني بدون كهرباء بدون ماء ليكتب ربي وكتب لي رب العالمين الدويرة تستعدلها بفضل الله العظيم زيادة خير ليا ولولادي مش راح نزيد انا مش راح نربح في الدنيا بلاك غدوة يقبروني راح نعلم انا ناس ربي يعطيها غير درويش ناس ربي يعطيها وش نزيد راك تشوف الحالة تاعي باينة راك تشوف بيتي تاع بابا عندي هاك تشوف الحالة قدامك هاتو جابو لي الناس كنت غالي في جمعية الطالب العربي جابو لي الحوايج بادر قلت عشايا وفطوري خايبتني فيها يقولون دموع الرجال غالية فعندما توضع في حالة مهدي ما عليك سوى القناعة دعاء ودموع وهذا ما يفعله هذا الرجل المغلوب على أمره والذي ضاقت به الأمور والمنفذ لا يكاد يظهر رغم مساعدة زوجته الكريمة والتي عانت الأمرين هي الأخرى ما شاء الله عليك يا مهدي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك مالدك عليك مالدك 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 ما شاء الله عليك وشوف خويا العز قلبي ما يعطينيش والله يا خويا العز قلبي ما يعطينيش باهي احنا الجزائريين نحبوا بعضنا ونشتيو بعضنا ونشتيو الخير بعضنا والجزائر باه طلعت بالرجاله وبالرجاله وربي ورجال بالرجال ورجال بالله انتم هذوك قاعدين تخدموا
وقاعدين تعاونوا في الناس هكو بربي هو ربي اللي قاعد يعطيكم انتم هكو اسباب في الدنيا باش تكون هكا تعاون ديجا انت هكا هكا فرحت لي قلبي ديجا عاونتني المعاونة اللي ما تجيش غير في 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 مال ولا كلمة طيبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تبسم في وجهه اخي صدقة كلمة طيبة بك تفرح القلب خليني نفرحك ربي يفرحك ما يعطينيش قلبي اني نروح منه وما نعاونكش ربي يسرك والله ما يعطيني ربي يعطيكم ما يعطينيش ما يعطينيش قلبي اني نخليك هكا ربي يعطيك ما يعطينيش دنيا. قلبي خويا العزيز باذن الله تعالى باذن الله تعالى سبحانك شوف نعمل المستحيل ان شاء الله اكو تعرفوا الحصه تاعنا ان شاء الله نعملوا المستحيل ان نعاونكم ان شاء الله باذن الله زيدوا صبروا معنا سمعنا برك سمعنا خويا العزيز ربي يسرك سمعنا باسكو انت انسان طيب خويا ربي يسرك ربي انسان طيب ربي يخليك لينا ربي يخليك ما يخليكش ربي ان شاء الله ربي ما يخليك طب وربي ان شاء الله نبكيو ربي بعد نشكيو شكوى ربي ربي ما يخليكش سبحانك ربي ما يخليكش والله ربي ما يخليكش خويا ربي ما يخليكش وباذن الله ربي كبير وعنده ياسر زيد صبر معنا سمانه ان شاء الله نقسم لك بالله ان شاء الله تالات ان شاء الله نقسم لك بالله غير نرجع حالك جنه ربي يعيشك ربي نقسم لك بالله حتى ابتسامة الرجال غالية هي الأخرى فردت فعله أجابت عن عدة تساؤلات كانت تخطر ببالنا أولها كيف استطاع أن يقاوم الظروف المعيشية الصعبة وكيف استطاع أن يقاوم الظروف الطبيعية الأصعب حر برد وعقرب وغيرها وعندما نتكلم عن مهدي نتكلم عن الزوجة أيضا فالاستثناء هنا غير ممكن فكلاهما ذاق الويلات صديقي ومرت صديقي قولوا لي واش راكو حابين في هاد الدار انا تهنيني من الكوزينه كوزينه اللون تاعها كيفاش حبيتي أه؟ كيفاش حبيتي اللون تاع الكوزينه كي القهوه قهوه اه ولا الصبغه اه ولا الكليماتيزور هذاك ما تكسديش راسك برونت راهو على نقول لك حاجه تدخلي لهنايا في الصيف والله 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 غير ضربك هذيك لافريشور تاع برونت هذيك تولي 18 درجه اكثر من سويسرا شغل شغلك قاعد في لاسويس هكذا يا يا وليدي انا اخويا تدي هكا اروح يرحم باباك اروح اروح خلينا نضحك يا شيخ تامن انا فرحان اكثر منه سمعت سعيد باش يتاقلم من فرنسا جيش الصحراء ربي وراك سمعتني سعيد باش يجي من لاسويس ويتاقلم في الصحراء مش حاجه سهله لا الدمعه جبتها لي على بالي دوكا هاد الطفل لو كان يعني نديروا له محيط تاع الدراسه تعاودوا تجيبوه اي حب شوف كلامك هو الكبير على خاطر كانت المدرسه غير موجوده هنا في الحي مو بعد دوكا كاين مدرسه كاينه فتحت العام هذا تفضل خلاص حابه تجيب انا هنا متى بيه انا ثاني قرار وطفل الاخر شحال في عمره 5 سنين او داخل يعني عمتي باذن الله ان شاء الله باذن واش يحبوك الدراري صغار هادو يحبوا كاش راسه متحركه ولا واش يحبوا رياضه وشنو هي وشنو طومي جيري يحبوا طومي جيري يعني طومي كيما باباه كيما بابا باباهم ثاني يحب طومي جيري طومي جيري هذا جبنا ربي يقود ديالك ماشي تاع الدراري المهدي واش يحبوا واش يحبوا الدراري قول لي ماشا 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 زوبر هو اللي تبع ماشا الزوبر هاو سلكنا الزوبر ها يا صاحبي ها يا صاحبي العزيز قلبي راه مقطع وقلبي راه فرحان والله يعني فرحان واني حايب نبدا دوك 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 اللي حايب نبدا دوك 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 نبدا دوك نبدا ونقلبوها الحمد لله الحمد لله الله يبقى يستر عليك الحمد لله شوف اديو غير حوايجكم وجدوا غير حوايجكم معليش هذا مكان هذا مكان حوايجكم مدام بس وجدوهم ديرهم في كابات وبس باقي علينا مهدي
دوم تخوع. يحمد الله وهو لا يدري كيف سيصبح البيت، لكن يدري مشيئة الله وقدره ستسخر له الرجال لفعل المستحيل. سعيد خدمة ديالك خويا العزيز. ان شاء الله. بريميرمون المساحة تاعها ماهيش كبيرة. ماهيش كبيرة. هذه أول حاجة. أول حاجة راح نديروها احنا هي راح نهزوا القياسات تاع المسكن هذا كيما هذه أول حاجة. هذه واش ثاني حاجه هذه واش تقولوا واش تقدروا نديروا مازال ما راح نقول لك نديروا والو راح نهزوا القياسات مع المجموعه تاع اللي راهي تخدم معايا مع المهندس المدني ومهندس معماري اخر راح نعالجوا الاشكاليات اللي راهي مطروحه هنا في المسكن هذا انت تواد جمعت بي في سي هاوليك دونك كاع لي فونتر بي في سي هاوليك سي انا ماذا بيا هذا البيت اللي ما عندهاش طاقه سي خرج لها الطاقه لهنا بي في سي راهو هنا مش مشكل هذا نهضر معاه يقول لي مش مشكل ني نهضر عليه يقول لي مش مشكل صديقي بروفيلي دبر راسك بيه قال لك انا تجيب لي السلعه عباس واش راك لاباس خويا طاهر صباح صباح خويا يدخلوا الكتريسيان بلاكيست جا لابوس على لي غاز لي لاغان والخيوط انت نعطيك نهار وهما نعطيهم يومين الو لي جون هذوك خلاص انا فريتها معاهم بقيتو نتوما برك نتوما راكو بالوكانو نتوما عسوني يرحم والديكم هكذا برك انا يوجعني راسي نعيط لكم اه ما كاينش مشكل رانا هنا تلقى راسي طامول وهذا دوري فرن يا خويا واش ما حبيت تسكن الالم انا هنا مرحبا بيا خويا ماشي مشكل هكذا لي جون بربي ان شاء الله تخصص تكلم في اي وقت هكذا تستقبل في توغورت وهكذا يقفون بجانبك فالتحضيرات المكثفة تبدأ الآن يا أخي العزيز أنا قالوا لي بلي كاين واحد إنسان مقاول واسمه عماد مولا خير احنا رانا فهنا في توغورت فيه نقائص بزاف ورانا ندوروا على المقاولين رانا ندوروا على رجال أعمال لازم كل عائلة وكل ولاية يشرفوها ولادها مبادرة مليحة إن شاء الله لارشيتكت بالبلون مبادرة مليحة إن شاء الله ونعاونك الحمد لله يد وحدة ما تصفق ونقولها ونعاودها اللي يحبوا ربي يسخروا باش يدير الخير السلام عليكم خويا مرحبا بكم وبالنسبة لي أنا يعني أعطيكم الصحة عطيتونا فرصة نشاركوا ولو يعني مشاركة رمزية ولو مسامرة رمزية أنا نزيد يعني نردوا عفش علاقة ولو شيء بسيط عفش علاقة لهذه المدينة أيوة هكذا سي نوردين خويا مرحبا بكم تشكر حبيبي صبيحة جميلة للالتفاف حول عائلة مهدي اليوم هو يوم انطلاق الأشغال واستعداد كبير من طرف سكان المدينة لرفع تحديهم وتحدي منطقتهم من جميلة بصفة خاصة وتحدي الجنوب بصفة عامة ناس تقرت مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم مغامرة جديدة هنا في حيكم في منطقتكم تلاقينا مع هذا الانسان طيب لا حول ولا قوه له واللي يحبوا ربي يسخروا باش يدير الخير سخركم انتوما ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم واجب علينا يا جماعه انه نمدوا له يد المعاونه والتحدي هو انه هذه الدار باذن الله تعالى نكملوها في 3 ايام فريقنا اللي يد في اليد راهو كامل هنايا تلاقينا مع هذا الانسان طيب لارشيتكت دارنا بلون شباب هادو فاميلتك وهادو احبابك وهادو ولاد عمتك خويا العزيز خوتي بارك الله فيكم على الاستجابة للنداء إن شاء الله اليوم كل راكم مثال للشباب تاع تقورت واليد في اليد وفريق واحد والأمام إن شاء الله إن شاء الله أخويا العزيز أمين خلو في روانا أخويا مرحبا بكم مرحبا بنا عندكم راح نريحوا سمانا كيف كيف عائلة واحدة يد واحدة عفسوا شوية على قلوبكم كان وين تكون الحالة شوية صعيبة كان وين تكون سهلة نمشي وإن شاء الله بإذن الله هذا اسمه الحاج متطوع جاي من بوسعاده شاف شونطي كاش ما خصكم هبلوه اش 24 راهو هنا خويا هنا في كل وقت يعني ماتريال هو يدو كدا واش حبوا هاكو جماعه بزاف والله يبارك عليكم الله يبارك اون فراكسيون سكوند هكذا في 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 لمحه بصر هبط المورال ومن بعد عاود طلع هكذا والسؤال اللي نطرحه لكم لي جان السؤال اللي لازم تعطوني كاع العيطه تاعكم هنايا
السؤال اللي نطرحه لكم والاجابه على بالي تكون عندي، بصح لازم تقولوها لي. اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون؟ ربي ان شاء الله. ماشي هكذا، ماشي هكذا، ماشي هكذا. اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون؟ وي اسكو نقدر نتكل عليكم لي جون؟ وي هيا كامل كامل يد اليد، هيا كامل 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 كامل. الله عليكم لي جون، هذا الدار راهي ليكم، راكو لابسين بيان كاع سيكوريتي او بي اورو بروتيكسيون الجيري. توصي وتوصي 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 وتقول لك يا ولدي دبر راسك بواحد من حبوي تنجرح. سايسوا على رواحكم، جينا نديروا الخير. ها هيا هاد الدار ليكم لي جون، نقضيوا عليها باذن الله. تفضلوا. يبدا العمل الان، والكل عازم على اعطاء بصمته الخيريه داخل المنزل واغتنام فرصه تواجد الفريق لاكمال واثبات مدى قوه وتضامن الصحراويين مع اخيهم. دوك هذا يطيح هذا يطيح، اعطينا مصيطه الحاج يا ولد، مصيطه. يلا 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 كاين الشباب، هيا هيا اليوم تهرس هاد الدار خلاص. تكسير تفريغ شحن وتشييد. لينا زمان احنا منتفرجوا فيها وتمنينا يجيوا عندنا التكورت هنا مش نعاونوهم ان شاء الله اي حاجه تخصم، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن بينا، ان شاء الله نعاونوهم في كلش باذن الله. وعباس يديكون ان شاء الله تكون معاكم في حتى الاخر، حتى اخر المجال. مرحبا بكم عندنا، راكم عندنا. بربي ان شاء الله ما نخليوش، خونا يستاهل، يستاهل كل شيء. بربي ان شاء الله ما نخليوش، حنا رانا نخدموا بلاكو، وما غير بلاكو تحتاجوا حاجه. مرحبا بكم. السلام عليكم. وناس ملاح وموال في يخدم معانا وكل شيء. انت انا خلاص ما زيدش نكسر راسي. مرحبا بكم وبيناتكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم، ويعطيكم الصحه على كل حال في المبادره هذه اللي راكم ديروا فيها. مبادره مليحه وتدخل الفرحه للشعب الجزائري وللزواوله على كل حال، ومرحبا بكم. لتبدا اولى الخرجات لجلب المواد اللازمه للورشه. السعيد الله العظيم غراني مغبون، قسما بالله يا السعيد غراني مغبون. هاد تعبك نهار الاولاني وزتو ما كاش ماصون، حق ربي غراني مغبون. ما تقدرش ما نجموش كامل لي. بصح البارح قلتوا لي ستة درك نتصلوا بهم يبعثونا لازم. ستة قلتوا لي البارح. ما نمشوش. السلام عليكم. صحيت خويا. السلام عليكم. لقيتونا سمحونا، لقيتونا في السلام عليكم صباح في القرة. محضرين قضائيين والله طيب. محكمة تقول والله طيب. وش كاين غير الخير؟ تحوزونا من الدار يعني؟ تحوزونا من الدار. شوف هذه النظرة السائدة على العموم، فهمت كيف؟ ديما محضر القضايا عنده جانب إنساني بيان سور، فهمت كيف؟ بوحنا كي سمعنا باللي كان حصة هذه اليد في اللي جات من مدينة تقورت، باسمنا احنا محضرين قضائيين محكمة تقورت ومجلس قضاء ورقة كامل، سعينا قلنا باش حابين نقدموا مساعده متواضعه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. هذه اول خطر. شوف الخير يتعمم، محضرين قضائيين بالك يلموا بيناتهم يجوا يعاونوا هذه العائله، بالك لي زافوكا ان شاء الله، الموثقين لي نوتير. الله يسترك. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. شوف تبارك الله عليك، الله يسترك. شوف احنا مساهمة. احنا شوف احنا احنا جينيرال مو احنا جينيرال مو ما نقبلوش دراهم. انا شوف نرجعها لك، نعطي لك فاتوره وخلصها خويا اللي فيها خير ان شاء الله. هكذا نعطيك فاتوره بهذ الدراهم وخلصها ان شاء الله. هكذا خويا ان شاء الله، ان شاء الله، هكذا استاذ ان شاء الله. الله يسترك ان شاء الله، ربي يعينكم ان شاء الله. المهم احنا ان شاء الله هذه مبادره، وان شاء الله تكون مبادره اخرى ان شاء الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يا الموثقين، يا ناس تقرت، يا ناس ورقله، يا ناس الصحراء اللي معروفين بالهمه والشام وبالكرامه. ان شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله. بارك الله. والماصون، الماصون دوك نحكيو على الماصون اللي ما كاش درك يجيبهم، درك يجيب ديجا هما. هم قال لك عندهم مصوات في الدير، المهم راح يعيطوا لهم.
اكون عندكم هيا جيبوهم صاحبي جيبوهم صاحبي جيبونا لي ماسون. تبارك الله عليك استاذ الله يسترك تبارك الله تبارك الله. فريق لي بلاكيست يقومون بوضع الالواح على السقف. السلام عليكم. اخو فان جورني سيدي علي لاباس خويا؟ لاباس الحمد لله. السلامه خويا سيدي علي جلفه ما شفناك. واد سوف ما شفناك. تقدر تشوفنا خويا العزيز؟ هاكم شفتوني. تقدر 150 كيلو ما تقلت واش قلت لي؟ قلت لي نبعث لك سلاح قلت لك انا نجي. داك الصح لي زوم خويا لي زوم ليستا وك حتى مشكل ليستا شجره تهلاو فيها. مرحبا بكم. تهلاو فيها خويا العزيز حاولك وجدها. تهلاو ولدي تهلاو. ليه ليه خويا انا راح لتقرت. شحال كاين من تقرت؟ 150 150 غالي 150 روتور 160 10 دقائق توجد ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله عليكم. جمال واش دير في حياتك اليوميه؟ انا رانا شاد مدير تاع معهد خاص تابع للدوله معهد العالي للتسيير ورقله. الله يبارك معهد العالي كي نقولوا معهد معناتها ايكول سي صح؟ ايكول ايكول دو فورماسيون. ايكول دو فورماسيون واش تقريو كاع هذا الجمال؟ نقريو لا تو سكي تي اس مثلا في تكنيك دو جيستيون لانفورماتيك. ماهوش سي اف بي نو تابعين لا فورماسيون بروفيسيونيل. داكور حنا رانا دي ايكول اغري بار ليتا. اتهلاو في روحتكم يا جماعه. صاحبي وجدنا السلعه. مئة وخمسون كيلومتر لجلب المواد الكهربائية من ورقلة في ساعة متأخرة من الليل. المهم لا ينقص شيء في الورشة والعمل لا يتوقف، وهذا لإكمال ما يجب في الوقت المتفق عليه، خاصة وأن عامل الوقت يبقى مهم ومهم جدا. واش راكم الصحة؟ لاباس بخير صحة مرحبا لاباس مرحبا جماعة جماعة الجزائرية متشرفين متشرفين. سي بشير وي متشرفين كيما فهمتك التليفون كيما فهمت تيجيني إذا كان يعني تعفسوا شوية على قلوبكم. لا مستعدين مرحبا وسهلا بكم. كيف تاعنا مرحبا وسهلا بكم في كل وقت. وحنا الفندق تاعنا راه مش غير تجاري، فيه جانب ثاني تاع انسانيه، فيه جانب تاع عمل خير فعل خير. ومرحبا وسهلا بكم في كل وقت. هذا عمل نبيل والناس تاع تشكركم لهنا ما شاء الله. زدنا ندوروا بكم نشوفوا لوتيل زيد تعود عندكم نظره على لوتيل. تفضل معنا. مرحبا وسهلا بكم. فندق التيجاني يقوم باحتواء الفريق طيلة مدة تواجدنا بتوغل، فبعد يوم متعب وشاق بالعمل وبالتنقلات داخل وخارج الولاية ها هو الفريق يجد مكانا رائعا للاسترجاع قبل البدء في غمار يوم جديد. يوم جديد وعمل آخر وهو تحضير قنوات الصرف الصحي وكذا تحضير الجدران بالداخل. هيا الطاهر هيا الطاهر هيا الطاهر دوزانك هيا الطاهر شوف هيا الطاهر هاوليك الكابل ديالك هاول الكابل ديالك دو سانك الان سانك هاوليك يا حبيبي واش نسان اسونسيال اي حاجه الكريسيتي سوال البلومبيري بربي ان شاء الله قد المستطاع ان شاء الله. عمل ليزيكتريسي يجب ان يتم في الايام الاولى من العمل فيما يتواصل باقي افراد العمل نشاطهم وتعاونهم الكبير نراه في مدينه تجارت ليس فقط اليوم بل منذ اول يوم وطأت اقدامنا هناك. السلام عليكم. السلام كرم مرحبا بكم بخير الله يسلمك. الحمد لله الله يبارك فيك. حاتم تيجيني هو اللي بعثني هنا. مرحبا بكم. الله يسترك. مرحبا بكم. ضل دوسول خويا العزيز قال لي حاتم ما يقدرناش انا. مرحبا بك. دبر راسك. مرحبا بك. دبر راسك ضل دوسول فايونس لي سانيتير. مرحبا بك. مرحبا بك. نحن من بالي خويا يا خويا ان شاء الله متهني. شوف المرا حبت فايونس مارون شوكولا واش عندك مارون شوكولا؟ هذا هو التضامن الذي يلخص تلاحم الجزائريين من طرف كل فئات المجتمع، فالكل يتضامن. ليت
تواصل العمل الجد والإتقان وليماسون يقومون بتلبيس الجدران وإنهاء كل ما يتعلق بتلبيس الجدران قبل وصول الإسمنت المحضر لوضع الأرضية. قاعدة صحراوية بغابة عمي صالح تحت أنغام درويش الذي يعد من أهم فناني المنطقة أدخلنا في الجو الصحراوي والعادات التي ألفها سكان المنطقة والتي أعجب بها الفريق كثيرا، فهذه الأجواء لا نعيشها إلا في جنوبنا الجميل والساحر. مودة، جمال، أفكار، نصائح، إرشادات، أنتظر مولوداً، صحة، تربية، طبخ، مجتمع، أمومة. اكتشفي كل شهر كل ما يلزمك وكل ما تحتاجينه في الحياة اليومية في المجلة رقم 1 في الجزائر زيريات، متوفرة باللغتين العربية والفرنسية. زيريات، مجلة المرأة. دير مقضيان، جيب البطاطا، جيب الخبز، جيب البيض، طرو. والبيض نجات؟ قدمت طماطيش، ولهذا شريت براونت. وش البنا؟ أي تحت الدجاجة. باليوم القضيان تاع كل يوم خلاص. ولا فخاز؟ كيدا. اكتشفوا الثلاجة الجديدة براونت ببابها المنعكس، موزع الماء، إضاءة ليد. براونت.
لاباس. نعم تفضل. لاباس. مرحبا بك. لاباس. عاونوك خويا كان عندنا بيطون. بيطون بريباري. بريباري. الله يبارك. عندكم مالاكسير عندكم. بحضور هذا الرجل الطيب الذي قام بمساعدة الفريق بشاحنة الإسمنت المحضر ليعفي الفريق عناء البحث عن الإسمنت المحضر وبحضور أشخاص طيبون من أمثاله الذين أحضروا آلة الضخ أصبحت كل الأمور مهيئة ليبدأ عملية وضع الإسمنت على الأرضية الداخلية للمنزل وتنظيم كبير تخلل العملية. لاباس الحمد لله. مرحبا بكم. لاباس كيف داير؟ لاباس الحمد لله. هذا هو اخويا خالد. مرحبا بكم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. تقول لي اسمع هو قال لي خويا يخدم رخام عن بالي بوتيكه صغيره هذيك تاع الرخام. ما شاء الله عليك راك الله يبارك خويا العزيز. الله يبارك الله يبارك صاحبي. شوف احنا عندنا كوزينه كولر مارون شوكولا. وعندنا اللرد باش نديروا لي سوي. أيوة. عندنا الارض كلام جاي في الفوم فومار. أيوة. عرفت عرفت. كومباكتوريك. في الفوم فومار. دال دو سول. إيه. ولي سوي تاع التواكل. كاين. ها؟ كاين اللي بعد رجع القيس. خوك راهو معنا سمانة بإذن الله. أنت رجل عظيم والرجال أمثالك قليلون. الرجال بمدينة تجورت كثيرون وإلا كيف نفسر كل هذا الجمع الذي يقوم بوضع الإسمنت على أرضية المنزل لوضع لادال دو سول الشاحنة في التفريغ والآلة للضخ ورجال تجورت في التفريش يقودهم الحاج بعمل جد رائع ومتقن لتنتهي العملية بنجاح. خصوا فيها الجماعة ناعم أمين هشام البركة في الجماعة تاع تقرد يعطيكم الصحة راني بازار تاعي وتاع وليدي ثاني أنا في زوج ذات وحدة كلشي مبروك عليه والله فامي تاعي نقول لهم سمحوا لي ليميسيون تاع اليد في اليد خلاتني نجي لهنا ونجوز راني بازار تاعي إن شاء الله العام الجاي نكون معاكم. هذه هي عادات فريق اليد في اليد أينما حل فحان الدور على الزبير مصور الحصة الذي نتمنى له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. سلام خويا واش راك لاباس؟ الحمد لله واش راك لاباس؟ صحة لاباس كيفاه؟ إيه رانا سمعنا باللي راكم تعاونوا في السيد هذا تاع ميموني اسمه ولا كيفاه؟ رانا جينا كشركة مؤسسة كاجير مؤسسة هذه مختصة في الخرسانة وجينا نساعده في السيد هذا باش ديروا له لا شاب نورمالمون تفضل ورانا جينا بالوسائل اللي نقدروا عليها. مرحبا بك خويا. مرحبا بك يعطيك الصحة وبارك الله فيكم. بلا مزية خويا بلا مزية وحنا رانا تحت الخدمة إن شاء الله يا خويا إن شاء الله. هذه هي تكلوا على ربي إن شاء الله إن شاء الله. دعم آخر يصل للورشة بعد إنهائنا لتفريش أرضية المنزل الداخلية ها هي الكرة تتجدد بحضور هذا الفريق المختص في الخرسانة وهذا لوضع الإسمنت بسطح المنزل وبحضور آلات ضخمة خصيصا لمنزل مهدي الذي لم يتوقف النشاط به منذ أول يوم والصورة أوضح من أي تعليق. أما بالداخل يبدأ الفريق بوضع لادال دو سول على الأرضية التي وضعت قبل 24 ساعة وبهذا يكون الفريق قد خطى خطوة هامة لإنهاء العمل والمتمثل في المرحلة الأولى من إسمنت أجر والأعمال الكبرى فبوجود كل هذا الفنانون لا خوف على ورشة تجورت من أي مشكلة. زياد كي راك داير صاحبي؟ لاباس. صحتك لاباس؟ هايلك خويا زياد هايلك هايلك. شوف
عندها سوبر سوبر موتور هاي تقربع ايه؟ وكي تنوض تسمع واحد الحس شوفه اسمع اسمع صاحبي. بما أننا أصبحنا من أبناء مدينة توغورد فمكوثنا أسبوع أصبحنا نقصد من خلالها من الخباز إلى الميكانيكي، وهذا ما حصل مع زياد هذا الشخص الطيب. صاحبي كيفاش نديروها؟ شحال تريح هذه؟ شحال نهارك؟ نهار كومبلي نموت لك أنا صاحبي، أقسم بالله غير نموت لك نهار نموت لك صاحبي ولا غير نموت لك. كيفاش نديبلاسيو؟ واردك نعطيك الطوموبيل تاعي وشي به. قول والله هذه طوموبيل؟ ما تقول ليش ما شاء الله عليك، يخدم لي طوموبيل ويزيد يعطيني طوموبيل ندور بها. الله يسترك ما شاء الله عليك خويا العزيز، ما عندها حكمها يومين. لتصل لافايونس ومواد الخسف إلى الورشة في الليل ليستقبلها الفريق في أي وقت تصل فيه، سواء في وضح النهار أو في ظلمات الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بن حمودة. لاباس خويا؟ بخير. شوف بن حمودة كي قلت لهم أنا نسحق من ميزي قالوا لي كاين بن حمودة ان شاء الله رانا هنا من الدوره. ايوا حنا جوست اكوتي ان شاء الله. والله جوست اكوتي هذا الانسان طيب، بالك سمعتوه، بالك سمعتوه كاع حكايته. ايوا يخصونا ربع بيبان وزوج تواقي صغار، اذا كان يعني بن حمودة يعرف شوي على قلبه ان شاء الله. مرحبا يرحم ان شاء الله، وما كان حتى مش ان شاء الله. الله يستر بخير. عندي ربع بيبان وزوج ربع بيبان وزوج تواقي. معليش مرحبا. والصبيغه هذيك الشابه اكاجو ان شاء الله ما كان حتى مشكلة في السهل شباب. ربي يجازيكم كل شيء عندنا في بلادنا. نسحقهم البارح ان شاء الله. مرحبا وسهلا بكم ان شاء الله. الله يستر الله يستر. مازال خير في بلادنا ان شاء الله. ربي يسهل لنا ان شاء الله. هاي الهضرة ما كان حتى مشكلة. هاي الهضرة مازال خير في بلادنا. يدبل يد خويا العزيز. الأبواب والنوافذ كان لها حصة من العمل داخل المنزل، خاصة وأن البيت كان يفتقد لعدة أشياء من بينها الأمر الذي ذهبنا من أجله إلى بن حمودة هذا الشخص الطيب. كيف حالك؟ صباح السلام أخي. لاباس يا خويا؟ الله يبارك وانت صباح. الله بيان الحمد لله. لاباس الحمد لله. صباح الله بيان. كيفاش نعطيك؟ لاباس صباح يا أخي. الحمد لله. عينا شوية بكره هكذا لك دش ديماري زوج تاع لي البكره والبكره والله ربك مي لازم في حليلك يا اخو على جليد في اليد نمشيو يا اخي. يعطيك الصحه ومورتيرو توجور ترافقكم وين ما تكونوا ان شاء الله. تاع الصحه يا خويا. ليكيب تاع مورتيرو كاع وين ما تكونوا تلحقكم في الصحراء في الغرب وين ما تكونوا تجيكم لازم اليد في اليد. هذه هي تعاونوا وخلاص. فريق مورتيرو الذي يقطع الآلاف من الكيلومترات من أجل مساعدة فريق اليد في اليد منذ أول سنة إلى يومنا هذا لم يفارقنا فريق مورتيرو، بل بالعكس أصبح علامة مسجلة في حصة اليد في اليد وفي كل الولايات. السلام عليكم. مرحبا وشرك. مرحبا بك. لاباس راك خويا؟ لاباس. بان بلي انت هو محمد. مرحبا بك خويا. ما على باليش وعلاش مي بان بلي انت هو محمد. مرحبا بك خويا. واش راكم؟ لاباس. وتشوف والله عندنا دي سوفونير هايلين فيها. محمد رانا في ولايه ورقله ايكوم بروند، وتشوف هي الممثل تاع الجنوب بارامون، دونك بعثونا رسلونا ليك باش تعاونونا بالاجهزه الكهرومنزليه خويا لهاد العائله اللي ما كان لها نحكي لك بالديتاي، مي محتاجين لكلش الابسط الاشياء محتاجين لها. يا اخويا احنا لينا شرف ان نعاونوا جميع العائلات الجزائريه. ربي يجازيكم. نبعث لك لا ليست دوك، ندير نيميرو تليفون نبعث لك ميساج لا ليست كومبلي. مي كاينه عفسه لا ليفريزون يا اخويا. لا ليفريزون خطاتك. احنا عندنا ما كسرش راسي فيها. عندنا بيك الى عندنا حوايج. مرحبا بكم فريق اليد في اليد في شروم واتسوف لعلامة بروند الجيري، الوكيل الحصري لعلامة بروند في الجنوب، ورانا مستعدين نعاونوا جميع العائلات الجزائرية، وشرفنا أن نعاونوا عائلة في ولاية ورقلة في الجنوب في توغورد بالضبط، ونقدموا لهم جميع الأجهزة الكهرومنزلية وبالتوفيق إن شاء الله.
تتواصل هذه المغامرة الشيقة ويواصل الفريق عمله البطولي دائما بقيادة الحاجة. وبعد إنهاء الأرضية يحين دور الجدران لوضع لافايونس في المطبخ والحمام، وبهذا العمل نستطيع القول أننا في الطريق الصحيح فيما يخص احترام الوقت والبرنامج المسطر. السلام عليكم. الشيخ صالح وجرك لاباس؟ الحمد لله. السلام عليكم. لاباس خويا بخير. شكون جبتنا معك؟ سي عبد الوهاب. عبد الوهاب ستان ارتيست بيروغرافي. ان بيروغراف. بيروغرافي. الله يبارك. الله يبارك. عفيتو قلت عندكم ان بيروغراف؟ كاين. دور ليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سي عبد الوهاب انت اللي دير هذا؟ نعم. والسيني ايوا ميهوب هوبا. نعم هوبا. ما شاء الله خويا ما شاء الله. انت من انت قرت؟ شوف سي نقدر نقول لك هوبا. رحت بزاف مناطق في الجزائر. قابلت ناس عرفت ناس في توكورت. حق ربي غير كل بنادم عرفته وخصوصياته ما شاء الله عليكم. شكرا. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. رحم والديك. احكي لي على هذه اللوحه. هذه اللوحه هذه قسنطينه. قسنطينه القديمه. وعلاش خيرت قسنطينه؟ ترى السيد هذا قال لي قسنطينه. الحاج. لا ما واش راك والدار كيف الحاج؟ اواه بيان. ماشي حاجه ساعتين نقضوا عليها اخو. صحيت خويا حاج رضي الله عنك. انت اللي كتبت لي ميساج تعرف تعبر خويا العزيز تعرف يا اخي اللي من نقول يعطيك الصحه ليه ولا ليه ليكم كاع ليكم كاع. حاج عندك دراري ما شاء الله نعم التربيه ونعم الاخلاق ونعم القناعه. الله يستركم. شوف هذا الانسان طيب ما عنده والو ريان 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 ما عنده والو. ابسط الاشياء نقدر نقول لك باللي يامات ما ياكلش والله ما ياكل. سنعاونوا ان شاء الله. يا مات ما ياكلش. دونك يرحم والديكم يا ناس تقرت. يرحم والديكم يا ناس مسعودي. يرحم والديكم. اوقفوا مع هذا الانسان. رافي طيمون تاع الشهر عيطونا نبعثوا لهم. رافي طيمون تاعهم ثاني تاع الشهر كامل ما شاء الله. لا تروحوا له ثاني فهمت. هذه وين كنت مخبيه؟ 48 ولايه كامل. في 48 ولايه وين تروحوا عيطونا في التليفون. بزاف عليك بالك. نبعثوها ما شاء الله حتى بالترونسبور ما شاء الله بالترونسبور ثاني نبعثوها. يا إله يا إله يا إله يا إله ربي يبارك عليك إن شاء الله. ربي يبارك سي مسعودي الله يسترك تبارك الله عليك وما شاء الله على القناعة هدية. أعطونا تصفيق عليه.
مرحبا بكم في المعهد العالي للسير ورقلة. المعهد العالي للسير ورقلة أنشئ سنة 98 وتحصل على من طرف باحثين جامعيين قاموا بإنشاء هذا المركز هذا ليعد قطبا في على مستوى ولاية ورقلة. ونتمنى أنه يعني الحصة هذه تكون عندها استمرارية، ونتمنى كذلك وهذا الأهم أنه تلقى دائما يد العون اللي هو الأساس باش تستمر هذه الحصة. المعهد العالي للتسيير الذي استقبل الفريق بمدينة ورقلة ومد يد المساعدة لعائلة مهدي، فهذا هو التلاحم بين المواطنين والمؤسسات والمعاهد إلى غير ذلك. السلام عليكم، كي راكو دايرين؟ شوف صديقي، لحقنا للصبيغة، وهاد الانسان طيب هو اللي درنا كاع الديكور تاع الدار. قال لي نديك عند الوازيس. مرحبا بك. عند واسمه رياض الرؤوف. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. عندك نيونسي ولا عندك باش نخيروا لي كولور؟ كاين يا اخي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. شوف الكوزينه درناها مارون شوكولا، واش اللي طيح عليها؟ واش نديرو ساتيني؟ ساتيني هيدير باش كلار باش كلار. والصالون واش نقدروا نديروا له؟ الصالون نديروها باش هكذا ثاني. سومو. والدراري واش نقدروا نديروا لهم الدراري؟ كاين الكوشيا، كاين الماجينتا، كاين البربيستاج. لا لا البربيستاج لا بزاف بزاف. جون بالبلو. شوف نشوف مع التيتي ديكوراتريس ونقول مش مشكل. ولوندوي والفينيل هادوما يا اخي العزيز لازم تبعتهم لي البلو تو بوسيبل، اقرب وقت ممكن غدو ان شاء الله يبداو لوندوي. هذا دبر راسك بها، غدو ان شاء الله ما يبداو سبيع. انت غدو ما تخدموش؟ غدو ما تخدموش. اه لازم تدوها اليوم. تخدم دركا رفدها. اه. هكذا صديقي، الله يخلف عليك بالخير، وربي ان شاء الله يبعد عليك البلو والمصايب، وان شاء الله ربي يخلف عليك، وان شاء الله ما تنغبل. وادعوا له ان شاء الله خويا، ان شاء الله ربي يعمر عليه. ان شاء الله، ان شاء الله. بيتي بيتي ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. إطارات الأبواب تصل للورشة، نفس الأمر بالنسبة للنوافذ بعد طلائهم من طرف بن حمود التي تفرغ لدهنهم وترك كل عمله في الورشة المختصة في نجارة الخشب، فهذا هو سخاء وكرم ناس توغورت. Mehoub Abdouhab, je suis un artiste pyrograveur. J'ai commencé la pyrogravure dans les années 70 en la découvrant dans une maison de jeunes. Et puis voilà, comme j'étais dessinateur. Et la pyrogravure, c'est un mot latin qui veut dire feu. Et ce que vous voyez, tout est fait avec du feu, avec un pyrograve, dans le même principe qu'un fer à souder. L'exposition, je l'ai fait grâce à l'émission Lied Fliet qui sont venus à Tougourt. Et je remercie beaucoup M. Naïm Sultani qui m'a aidé à faire cette exposition à Alger pour montrer mon travail à l'Algérie entière. فريق ليد في ليد بعد زيارة هذا الفنان للورشة، نعيم قرر وضع جناح خاص لعرض لوحاته الجميلة بمركز التجاري لباب الزوار. في الورشة الأمور تواصل على نفس الوتيرة بدون أي مشكل لحد الساعة قبل الدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الألوان. العودة إلى توغورت الجميلة وإلى جنوبنا الساحر الذي تعرف الأشغال به تقدما كبيرا، خاصة بوضع لوندوي على الجدران من طرف شبان المنطقة الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وقت طويل رغم التعب والحرارة الكبيرة التي شهدتها المنطقة، إلا أن هذا لم يمنحهم من مواصلة العمل. نفس الأمر بالنسبة لبن حمود المختص في نجارة الخشب الذي واصل عمله معا رغم انشغالاته في ورشته، فتحية لهذا الشخص الطيب. نحتاجو بندري ها والخير خيرنا ها شكون شحال راكم بندري؟ مرحبا بك بندري داني. الله يلعب هاي الهضرة هاي الهضرة اخويا تحقهم الحادو اعطي لهم شمرة. روح يا صاحبي روح يا صاحبي روح. وانت بندر ثاني
الله يبارك. مرحبا، هذا معكم صاحبي؟ مع الجماعة. هذا عطيو له لوندي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. لي بانتر يبدأون العمل كوش دامبريسيون وتفقد كل الأماكن الضيقة من أجل ضمان وضع الألوان بطريقة متقنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. صاحبي انت دا وقيلة وقيلة إذا ما كتبنيش ربي تسكن كيما الأيروبور لهيه. جيت شحال كاين كيلو من شحال كاين كيلو من هنا من الايروبور هنا؟ 16 كيلو. من 16 كيلو جاي تحاولنا اخويا العزيز. الله يبقى يستر عليك، الله ينورك وربي ان شاء الله يبعد عليك البلا والمصايب. ما شاء الله الخير ما عندوش بعد يا جماعه. واش راك داير فيها؟ باس بانتر تاني. خلينا نشوفوك. تفضل. دور اصاحبي. باس وشنو من نهار الاول حاجه؟ نهار الاخر. قول والله من نهار الاول هو معنا دارهم كاع. رغم العمل الكبير رغم التعب إلا أن هذا لم يمنعنا من زيارة جمال صحرائنا الساحرة. الفريق يتلقى دعوة من مزرعة الأحباب في عمق تجر، حيث حظينا بكرم وجود لم نعرف له مثيل. فجمال الصحراء يزيده جمال قلوب هؤلاء المكرمين والأسخياء، فكل ما أردناه كان لنا في هذه المغامرة تعاون تضامن سخاء وسياحة اكتشاف ومعرفة رجال لن تجدهم في أي مكان في العالم. ديما تلقاه واقف ديما حاضر وقت الشدة في وقت المحنة تما وين الصح يبان كي نتعاونو كي الأحباب يروحوا كل الصعوبات. اليد في اليد اليوم كل واحد راح يساهم، اليد في اليد ما من صعيب يولي ساهل، اليد في اليد نمدو وش كان في كل